السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ تمام الجميع بخير، تمام الجميع ملتزم، قاعدين في البيت، وانا مستمر معاكم زي ما اتفقنا في فيديوهات الحظر ومحتوى الكوارنتين المتين. مكملين فيديو جديد النهارده كمان في سلسله دايزر جيمز، السلسله اللي عملناها حديثا نلعب فيها معظم الجيمز الجديده. مستمرين مع ريزيدنت ايفل 3، واحده من اكتر الجيمز الحماسيه بشكل رهيب. كل مرحله بصراحه اقوى من اللي قبليها، وانا متحمس جدا نكمل الجزء اللي وصلنا له. قبل ما نبدا، اذا كنت متحمس زي لهذه السلسله وحابب نكمل فيها، يا ريت ما تنساش اللايك العنيف من اول الفيديو، يا ريت كمان تشترك معنا في القناه وتشغل جرس التنبيهات عشان تكون معنا في كل الفيديوهات الجديده اول باول. يلا بينا. انصحكم جدا تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت عشان تبقوا فاهمين معانا القصه كده اول باول، ولكن باختصار الحلقه اللي فاتت كانت حماسيه جدا. انا اتوقع ان احنا اصابنا نيمسيس، ما قتلناهوش يعني، احنا كنا فوق هذا السطوح، هذا السطح العالي، ووقعت جيل من فوق واتبهدلت، ودلوقتي احنا المفروض ان احنا شغلنا القطر ورجعين بقى لكارلوس عشان نركب القطر من المحطه المترو. ايوه هي متخيله. انا بصراحه ما اظنش يعني هو العدو الاساسي في هذه اللعبه هو نيمسيس. يقول انت كان ممكن تتقتلي، ضحت بنفسها المره اللي فاتت وهربت وسابتهم ومعرفش ايه. ماشي ماشي يا عم ماشي، افتكر بس الجمايل دي كلها. هنا مفيش سكه، ينفع اطلع على سلم المطافي ده ولا ما ينفعش؟ اه ينفع، كويس. احنا ماشيين فوق المدينه، حاسس كده هيحصل حاجه كارثيه مش عارف ليه. اوكي طبعا زومبيز، اكيد مش هنرجع بسهوله. هنا يعني في حته ممكن نستكشف فيها، تعال ننزل نستكشف وبعد كده نطلع تاني، ولا هو الطريق من هنا اساسا؟ ادينا نشوف. انا تعقدت من عربيه الشرطه دي. هنا يعني في حاجه مفيده؟ مفيش حاجه تتعمل. اه في صندوق، اوكي. عندنا ايه هنا؟ ادينا حاجه لطيفه كده. جان باودر، ماشي. رافكس حلو قوي يا جماعه، شوف الاضاءه خطيره. دي ركنه، دي ركنه يا محترم. في طبعا الوليمه اليوميه هنا. انت حي ولا ميت؟ انت حي ولا ميت؟ انت ميت. اوكي تعالوا بقى كده. ايوه تعالى حبيبي انت، هو كده. عندنا هنا برميل لطيف. تعالوا تعالوا بصوا على البرميل ده، شوف كده، شوف 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 شوف. برافو، ما فيش حد هيفتح لك يا عم. تحسه جاب جول. جول. مفيش حاجه هنا، بدور على الاسرار برضو. خليك، انا هوفر الرصاص على قدر الامكان، مش محتاجين نموت دول خالص. هنا ايه اللي حاصل هنا؟ ده مدخل، بس خلينا الاول نشوف الجان شوب. الجان شوب ده اكيد هنلاقي فيه اسلحه، امو، هنلاقي فيه حاجات لطيفه. حلو. اكسبلوسيف ايه ده؟ بنستخدمه مع الجرينيد لونشر اللي استخدمناه عشان نضرب نيمسيس. ايه ده؟ سيمي اوتو بارل الشوت جان. اوكي ركبنا دلوقتي على الشوت جان. اوكي حسنا الشوت جان. الشوت جان واخده مساحه كبيره جدا، معلش اي مساحه يعني، مساحه مشكله، مشكله، ازمه مش لطيفه في هذه الجيم. ودي الحاجات دي فين طيب؟ في حاجة تانية هنا حماسية تستاهل إن احنا نضحي بحاجة من الحاجات اللي معانا، دي كويسة طيب؟ ممكن تستخدمي أعشاب؟ لا. أه ماشي حلو. ناخد بقى حاجة. ويا عم خضتني. كندو؟ كندو ده كان في إيه؟ في الأجزاء اللي فاتت؟ صح؟ ولا مين ده؟ تقولوا هنستخدم السب واي، تعالى معانا. دي فكرة كويسة. شكله مخبي حاجة. بيبص كده. اه في صوت. باد تايمينج، انت قاعد بتعمل ايه اساسا؟ بيستظرف الاخ. شكله مريب، شكله مخبي حاجه. اوكي اوكي تقوليش بقى مثلا. اوكي يلا، انا اقول هو مخبي بنته اللي اتحولت زومبي جوه. انا ما كملتش ريزيدنت ايفل 2، فيمكن دي حاجه معروفة من قبل كده. طيب خدنا المفتاح من عم كندو، والمفروض دلوقتي بقى نتجه الى الستيشن، وقال عبر الممر. فالممر تقريبا هو اللي جاي ده دلوقتي. ندخل من هنا ونحاول نوصل. نستخدم مفتاح.
عايزين نشيك على كل واحد واحد. في واحد تاني هناك شفت. على السلامة. هنا واحد كركديه لو سمحت، مفيش مساحة للكركديه. اوكي. هذا واحد من اللي حولهم كابتن نيمسيس. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ مفيش أي حضارة؟ حد يرمي كده؟ طيب احنا كنا بنعبر عبر من خلال عمارة هنا. شوية شاي كده حلوين. يا سلام. خضيتني يا عم. أقول خلينا نوفر الشوت جن لحاجات تانية. نستخدم المسدس العادي اجدع دلوقتي. في حاجة فوق؟ ونطلع على طول. خلينا نستكشف، لازم نستكشف برضو. وبيجي على دماغنا في الآخر، بس برضو الاستكشاف ساعات بنلاقي حاجات مفيدة. أوكي معانا لوك بيك هنا. مش كده معناش مساحة، دي نقطة. أنت لو لقيت حاجة أوديها فين؟ ما أظنش إن إحنا محتاجين مفتاح ده تاني ولا محتاجينه، مش عارف والله. خلينا تعالى نتخلص من الشوت جان شيلز. أظن يعني الإكسبلوسيف راوندز أهم بكتير. أوبا، إيه اللي حصل ده؟ لا ما تقولش. ما لحقناش أبدا يعني. كمان أبجريد للسلاح. أوف. روكيت لانشر فعلا. يلا بينا. استنى 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 استنى. اجري 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 اجري. يا عم ما لحقناش ما لحقناش. انت ابن لذينة. لا انا لازم اضربه كده. ماشي هديناه شوية. اجري. انت شايفني منين؟ شايفني منين؟ انت بتهرج؟ عدي عدي عدي. ماشي قفلت السكه قدامه ولا مش فارقه معايا طبعا ده بيطلع من الحيطان. مين كارلوس؟ مفيش فايده. يقول فكرت قتلتيه. انا فكرت قتلتيه برضه. انت لسه ريلود ايه دلوقتي؟ انا كده مت. تعالى لي بقى المره دي انا جاهز شويه. بعمل ايه طيب؟ يا ساتر القذيفه. جيل طارت يا عيني. قومي قومي مفيش امل. ايه اللي هيحصل؟ راح فين هو؟ راح فين؟ زي مش شايفنا. اوكي قدامنا سلم. مفيش غيره سلم. معلش اي لايف دي مشكلة. نطلع تاني؟ سقالة تاني؟ لا بليز. اطلعي اطلعي اطلعي. اطلعي محدش عارف هو فين. الحتة دي جيناها قبل كده صح؟ بيقول لها انا عندي طريقه اوقفه فخليه يمشي وراك لحد الاستيشن. ماشي طبعا زي ما شايفين المدينه كلها ولعت. احنا كنا هنا اساسا من فتره. طبعا هيجي قدامي دلوقتي. هو بيحب الحته دي انا عارف. ما جاش؟ جاي اكيد هيجي. هو يا نهار ابيض. ايه ده بتهرج؟ انا كان المفروض اعمل حاجه ازاي يعني اساسا بتفرج. انا بقول المره دي نلف ونطلع نجري احسن لان بتاع دي هتهرسنا زي البولينج بقى. بص ما اظنش المفروض نقف على جنب. خلينا نطلع نجري. ايوه هنا 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 هنا. يلا 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 صح كده. ايوه ما تبصليش بقى وتيجي عندي. بلاش بقى غتاته. تمام كده سلكنا. نهرب بقى من هنا بسرعه قبل ما يجي الوحش التاني. اوب شكله جه ورايا. شكله جه ورايا فعلا فعلا. اوف اوف ده بيجري. اجري اجري اجري. يلا يلا سلايد. من هنا صح؟ ايوه من هنا. مفيش غير هنا اساسا. مفيش غير هنا اساسا. يلا يلا يلا. اهو كارلوس. يلا عم كارلوس. يلا 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 اجري مالك بتموتي. اوف. لا. يا الله. ترمينيتر دبابه جايه. ايه اللي فرقع فيه ده؟
حاطط لغم ليه ولا ايه ده؟ بص شكله متعصب جدا. يلا بالظبط مش بيموت ده. يلا يلا انت هتضحي فيها المره دي انت كمان؟ لا كويس. اوف 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 اكشن رهيب. يلا بينا على السبوي بقى، انا بقالي ساعه بحضر في القطر ده مفيش فايده. ايه وقفت ليه حضرتك؟ في حاجه هنا؟ جيل حالتها حاله. كارلوس اي نو وي دينت جيت اوف تو ا جريت ستارت ثانكس فور ذس اكيد. ايه شكرته في شكرا ليك الاول، انت انقذتيني الاول، المهم دلوقتي نطلع الناس كلها من هنا. ماشي. What about you? For the sound of it, I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. يبقى شكلي مش هركب القطر عشان في اوامر جديده. طبعا من الراجل الرخم ده اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه ايه، نسيت اسمه، شعر ابيض ده. انزل انا لوحدي خلاص كده، انت مش هتيجي؟ مع السلامه كارلوس. هو ده نيكولاي اسمه صح. جود ورك، يور ريبيوتيشن از ويل ديزيرفد. جيت انسايد. دلوقتي بيلطف ها؟ Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bard. هو مين ده بقى؟ This isn't the last man out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. شكلك كذاب. All right, you go on ahead. I'm not gonna die on you and leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You need to find this scientist. His vaccine research could save us all. ليهم اوامر انهم يفضلوا في المدينه يدوروا على عالم اسمه بارد. ده نيكولاي تاني اول. ده الراجل اللي كان مصاب صحيح في الاول، انا اتلخبطت بينهم. طيب كارلوس والراجل اللي معاه الغلبان هيدوروا على العالم عشان هو بيحضر لقاح ضد الفيروس. وقال لها القطر هيرجع تاني عشان ياخدهم بعد كده بعد ما يوصل الناس اللي راكبين فيه. Why? Are you worried about teammates? Or something else? يقول له انت متخيل ان بارد ده هيكون عايش العالم ده يعني؟ A brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny, the gate was locked. Don't you think? يقول له يعني تفتكر الزومبيز هم اللي قفلوا البوابة يعني؟ يا حلاوة. ده مفيش فايدة فيه. راح فين؟ ده قتل اوف، ده قتل كل الناس اللي كانوا على القطر. ايه سي فور دي قنبلة؟ اه يا كلب يا نيكولاي. طواطي وطيان. خلص على ده كده من اولها. يا ساتر. هيفجروا. اوبا. فيلم اكشن ابن لذينه. ده نفس اليوم يعني ما خدتش بالي من التاريخ اللي قبليها. دول لسه قاعدين في السيتي. غالبا احنا هنلعب بكارلوس دلوقتي صح؟ ان انا شفت فيديوهات جيم بلاي بكارلوس، فجيل حاليا اكيد اغمى عليها ولا حاجه. اه فعلا هنلعب بكارلوس دلوقتي. اوكي انا كنت عايز اخد البندقيه بتاعته دلوقتي نلعب بيه شخصيا. اوكي بص بقى كارلوس عنده حركه مختلفه، بيضرب بوكس بدل ما بيفادي كده. حلو حلو يا كارلوس، داخل تيكن انت مش ريزيدنت ايفل. معاك ايه يا كارلوس بقى؟ اوكي معاك مساحه كويسه، مسدس وبندقيه. ماشي. اه بالظبط بتاع ريزيدنت ايفل 2 فاكرينه؟ لو حد لعب ريزيدنت ايفل 2 لكن بيموت. ايه ده؟ هو كان بيموت بسبب الحركه دي. الزومبي لسه عنده وعي، شفت بيكلمه باسمه.
انت ده اللي حبس نفسه في البتاع صح؟ مش ده اللي كان حبس نفسه وقلنا له تعالى ما جاش؟ نموته ولا نسيبه؟ انا بقول نسيبه. ان هو شكله لسه واعي شويه، نسيبه. بس افتح انت الباب بس عشان ما يجيش ياكلنا. بلاش نقتله، خلينا طيبين. الحته دي كانت هي الجزء المرحله الاساسيه في ريزيدنت ايفل 2 للعب الجيم. بيقولوا احنا المفروض نقبض على بار. فاكر احنا بيقولوا انا كنت متخيل احنا جايين ننقذه مش نقبض عليه. Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. يعني المشن دي مش جايين ياخدوه عشان ينقذوه عشان الدواء وما اعرفش ايه، ده جايين ياخدوه عشان هو عارف اسرار ستارز. اوب 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 اوب. بالظبط. في حاجه اكلتهم جوه. بالظبط، ده في حاجة أكبر من زومبي هنا. أنت إيه؟ متعلق. برضه نفس العلامة اللي على الأبواب هنا. بيحزق. أوف أوف أوف. بص بقى آثار المخالب دي. لا خلي بالك بقى يا عم كارلوس، الله يكرمك، خلي بالك. الشباك هو طالع من الباب، طلع من الشباك على طول شكله. أوكي، الأجواء مرعبة حبتين. ونوفر البندقية اللطيفة دي. ماشي ماشي، شاطر كارلوس بيل. الله 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 الله. ايه يا عم؟ بص بقى ده بيشتغلني. بس حضرتك في قمة الأناقة بصراحة. يا عم موت خلص. نأكد برضو. كارلوس شيرس برضه. بص حركات عنفوانية جدا. ار بي دي اللي هو الراكون بوليس ديبارتمنت. فلاش جرينيد. اوكي دي اللي هي بتعمل زي ضوء كده، مش بتموت حد عشان تقدر تهرب مثلا او تقدر تضربه. مش حاجة تانية. بص بصة سريعة. بيبسي، تاخد واحد بيبسي. هذا في باب بيتفتح ده ولا لا؟ كابت اظن هيكون الكود بتاع القفل او حاجة زي كده. برضه الابواب المقفولة. اهلا. تعال نجرب البندقيه اللطيفه. دول كتير. دول كتير. ولد ارجع يا ولد. سكينه بقى كده، سكينه عليهم كده. في صوت حد. برضه كارلوس غاوي نعناع عادي جدا. نعناع واضح ان هو الدواء الجميل في هذه المدينه. في اصوات ولا انا متهيألي؟ الحته دي مرعبه يا جماعه بصراحه. اوف خضتني يا عم انت. اقفل بقك ده. ده ان هو بيقتل ظباط. دول مش ظباط يا حبيبي، خلاص دول وحوش. الاجواء قلق جدا يا جماعه في الحته دي. هنا ايه؟ هيت ريزيستنت 3 كومبينيشن سيف موفت مش عارف ايه. اوف خضني ابن اللذينه. امشي امشي يا عورف امشي. بس حلو قوي البندقيه دي بتنجز. طبعا الامو يعني مش هيفضل معانا الى الابد. فتحنا الخزنه. حلو قوي. احب انا الباوتشات دي، بتزود لك جرابات واحنا فعلا محتاجين الحاجات دي. ماشي. اوكي حمامات مش حاجة لذيذة. اوكي خلينا نفتح الحاجات دي. احنا قريناها كاب صح؟ ايوه نفتح كاب. افتح مظبوط. اوكي جرينيدز تانية. اوكي خدنا مفتاح شكله غريب. طيب احنا حاليا خدنا المفتاح اللي عليه علامة زرقاء، عايزين احنا نبرع على الباب اللي عليه علامة زرقاء عشان نلاقي البطاريات اللي هنشغل بيها القنبلة اللي هنفتح بيها الحيطة. فهنكتفي بهذا القدر المره دي ان شاء الله، ونكمل المره الجايه مع كارلوس. انا بصراحه حاسس ان اللعب برضه مسلي جدا،
عشان البندقية الخطيرة اللي معاه. الجيم صراحة ما زالت حماسية جدا وما زالت بتحلو، وانا متحمس برضو نكمل مع بعض ان شاء الله الجزء القادم قريبا جدا نلعب، ويمكن بكرة بعده ان شاء الله نشوف. فبس اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوش لايك عنيف، تنسوش تشتركوا في القناة، شاركوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الاجزاء اللي جاية ان شاء الله، وياريت كمان تابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر وكلها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.